بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء من كل مكان. فيديو جديد عن مواعيد مباريات الأهلي في كأس مصر بعد التعديلات الأخيرة لاتحاد الكرة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو أول مرة تشرفني في القناة ياريت تعمل اشتراك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من اتحاد الكرة بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر للموسم 2020-2021، وحدد اتحاد الكرة يوم 25/9 موعدا لمواجهة الأهلي امام انبي في دور 16 على استاد الاسكندرية. كما اكد اتحاد الكرة في خطابه على ان الاهلي حال تخطيه عقبة انبي في دور 16 سيواجه الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز المقامة في دور الثمانية يوم 29/9 من الشهر الجاري، وحال تخطي الاهلي دور الثمانية سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 اكتوبر امام بتروجيت. واكد اتحاد الكرة على اقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بمشيئة الله يوم 19 اكتوبر على استاد الجيش ببرج العرب. ياريت تكتبوا توقعاتكم لمباراة الاهلي وانبي، وان شاء الله صاحب التوقع الصح هنكتب اسمه في الفيديو القادم. اتمنى لكم التوفيق. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.